اكتشفت مرض السرطان بالصدفة. أنا مو من الأشخاص اللي يجري الفحص بشكل دوري كما هو مفترض، ولكن شعرت بتغير أو ثقل في منطقة الصدر، مما خلاني أتوجه إلى الطبيب وأعمل الفحوصات اللازمة. في البداية توجهت لمكان خطأ اللي هو طبيب النساء والولادة، اعتقادا مني أنه مرض يخص النساء، وكان تشخيص خاطئ. وبعد شهرين حسيت بثقل أكثر أو كبر، فشعرت أنه فعلا الموضوع حقيقي ولازم أتوجه للمكان الصحيح. وفعلا توجهت للمستشفى متخصص عند طبيبة متخصصة، وكان السرطان وصل لمرحلة ثانية. فترة العلاج كانت طبعا صعبة جدا، يعني نفسيا يصل فيها المريض إلى القاع، شعوريا وجسديا من كل النواحي. فأول شيء ساعدني طبعا هو اللجوء لرب العالمين والتقرب منه، هذا كان يعني 50% ساعدني. الأشياء الثانية ابتديت أمارس هواياتي اللي أنا كنت ما أمارسها أثناء صحتي، اللي أنا أحب الرسم، فابتديت أرسم هذيك الفترة كثير. رجعت للقراءة، قرأت كتب كثير، تقريبا 30 كتاب في هذيك الفترة. كتب اللي كانت تساعدني فعلا اللي هي كتب تطوير الذات، وكنت أسمع برضو برودكاستات تساعدني أن أنا أتخطى المرحلة اللي أنا فيها. وفعلا بعد المرض شذا تغيرت 180 درجة نفسيا، وحتى درجة الوعي عندي انتقلت من مرحلة إلى أخرى. رسالتي اليوم لكل امرأة: أن تبادر بالفحص، تغيري بحب قبل أن تتغيري بألم.